دكتور عماد، هلا الشعر الجاف والمتقصف، شنو اللي كيسبب هذا الجفاف ديال الشعر؟ كيفاش ايضا السيده تعتني بالشعر ديالها؟ وشنو هي احسن الوسائل اللي منصوح بها والوصفات؟ غنهضروا اليوم ايضا على لاكيغاتين، شنو هي، واش نشجعوها او لا، ولا على حسب. وكنهضروا ايضا على لوليساج جابوني، في الحقيقه تقنيات اخرى اللي اليوم متوفره، فشنو تختاري؟ لا مرحبا بكم وباسئلتكم 0522 77 24 24. الشعر الجاف والمتقصف، اليوم الكثير الأغلبية من النساء، من السيدات، من الشابات كتقول لك شعري يابس، شعري كنحس به بحال الخيش، شعري نشفلي، شعري كيتهرس، ما بقاش كيطوال، ما بقاش فيه الخلفة. شنو السبب دكتور عماد؟ السبب الأساسي هو العناية بالجلدة ديال الشعر ديالنا، والعناية بالشعر ديالنا من قبل. ان مثلا كتلقى البنيتات في واحد لاج اللي كيكون شويه مثلا ديال المراهقه، يعني كتبدا ديك 14 عام 15 عام خصها تعتني بالشعر ديالها. فهنا شنو كيولي؟ هنا كتولي اول حاجه استعمال ديال بعض المواد الكيميائيه، مواد كيميائيه اللي كيمكن يضروا لنا الجلده ديال الشعر ديالنا، كيعطيوها حساسيه، كيغيروا لنا من نوعيه ديال الافرازات ديال 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 الدهون. ان الدهون كتولي اما كتفرز بطريقه عشوائيه، يعني كتفرز بزاف ولا ما كتفرزش كاع، فهذا الشيء كامل كيغير لنا النوع ديال الشعر ديالنا. مساله اخرى، الاستعمال العشوائي ديال لي شامبوان، اننا ما كنستعملوش الشامبوان الخاص بكل نوع ديال الشعر، حيت هاد الناس اللي صنعوا هاد الشامبوانات هادي راه مادام كيديروا انواع ديال لي شامبوان خاصين بواحد النوع معين ديال الشعر، فكيعرفوا علاش. لان الشعر المتقصف مثلا كيخصو واحد المواد اللي كتكون خفيفه شويه، ما كتكونش كضر البشره ديالنا، ما كيكونش فيه التركيز ديال لي سولفات الطالع، ما كيكونش فيه التركيز ديال 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 دي دي المواد الكحوليه اللي كتكون فيه كمواد حافظه ما كتكونش طالعه. وهي يعني وكل نوع ديال لي شامبوان كيتخدم النوع ديال الشعر اللي كيصلح ليه. هذا من جهه. من جهه اخرى، اننا كنهملوا الشعر ديالنا، ما كنعطيوش العنايه، لان الشعر ديالنا راه حتى هو واحد، وخاصة الجلدة ديال الشعر، واحد البشرة اللي فينا، واحد البشرة اللي حية، واحد البشرة اللي خصنا ديما نتهلاو فيها وديما اننا نحافظوا عليها. اذا كيفاش نتهلاو فيها؟ على الاقل مثلا من الليل نديروا واحد البتي سيروم، نستعملوا فيه زيت، نستعملوا فيه خليط زيوت، نديروه الماسك كماسك للشعر ديالنا، ولا نستعملوا دي سيروم اللي كيكونوا كيتباعوا في الصيدليات او شي بالصيدليات، ولا دي سيروم اللي كيتباعوا ديال ماركات معروفين اللي كنحافظوا به على الشعر ديالنا. لان الشعر الا ما عطيناش الوقايه كنعرفوا حنا راه كل نهار كان كيفاش كنقولوا حنا كنتداخلوا مع الحياه، يعني كاين ستريس، كاين تلوث، كاين استعمال بعض المواد الكيميائيه، كاين بعض المواد ديال التغذيه اللي كتدخل لينا للدس ديالنا، كذلك كتفرز لنا واحد النوع ديال السموم. فهاد الشيء كامل كياثر لينا على الجلده ديال الشعر ديالنا، وما كيعطيهاش ديك الحيويه ديالها باش يمكن لها تعطينا واحد الشعر زوين، واحد الشعر اللي فيه اللمعان، واحد الشعر اللي عنده واحد كيفاش كنقولوا واحد القوه وواحد الصحه، انه يكون صحي الشعر، تبقى ليه ديك الصحه ديالو. وحنا كنرحبوا باسئلتكم مستمعاتنا. غادي ناخذوا بدايه الهام معنا من مدينه الرباط. صباحك سعيد الهام. صباح النور لاله. اهلا مرحبا بك معنا على راديو اصوات. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم، كنشكركم بزاف على الوصفات وعلى الشيء اللي كتقدموا لنا في راديو اصوات. الله يبارك فيك، وبرنامجكم حديث مغزل راه قريب من كل مرأة مغربيه. مرحبا بك بسؤالك. بارك الله فيك، وكنسلم على الدكتور عماد، وكنشكرو بزاف على الوصفات ديالو اللي حنا كنجربوها ومطمئنين ليها. الحمد لله، وانتم على الشكر والجزاء اختي. مرحبا. الله يبارك، كل فرح. الله يخليك. انا عندي بزاف ديال الزيوت، حيت كنت استعملت واحد ستيك هضرتي عليه اللي فيه ازير وهذا والزعتر وفليو كنظن. استعملته زعما مزيان، غير هما دابا بقاو ليا ما بغيتهمش يخسروا، بغيت الا كاينه شي وصفه زعما اللي غادي واش نقدر نوظفهم للشعر. بناتي شعرهم توا زعما كله كيتقطع. نعم اختي. لا، وانت دابا هذاك ستيك لا، هاد مزيل الرائحه دابا اللي هضرنا فيه، فهاد الزيوت راه مازال غادي يبقاو لك، لان مزيل الرائحه راه غادي تستعمليه استعمال يومي.
فهمتي؟ نعم سيدي. بحال كما كنستعملوا مزيل الرائحة العادي، راه غتستعملوا هذا مزيل الرائحة، يعني راه عندك استعمال يومي، ما عمرك غادي تقطعي هاد الخلطة هادي. واخا فهمتي؟ والشعير ديال البنيتات مثلا الا بغيتي تستعملي هاد الزيوت هادي فغادي تستعملي معلقة صغيرة ديال زيت اليزير. نعم. ومعلقة صغيرة ديال زيت فليو. ياك؟ كتسمعيني اختي؟ كنسمعك. معلقة صغيرة ديال زيت اليزير ومعلقة صغيرة ديال زيت فليو، وغتزيدي عليهم واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غدهني الجلدة ديال الشعر والشعر ديال البنيتة تخليه ساعة وتغسليه، يعني غدير لهم واحد ماسك للشعر ديالها اللي تخليه ساعة وتغسليه. والعملية ديريها للبنيتة جوج المرات في الأسبوع وداومي ليها مدة ديال 3 شهور. بارك الله فيك، شكرا. وعافاك، غير واخا خرج الموضوع بالنسبه للدقه، كنت عطيتي واحد الوصفه ديال سميتو الخزامه، ما عرفتش واش ندي، واش ثلاثه ديال دوك غير دوك حبيبات صغيورين، الوريضات دوك الوريضات ديال الخزامه، كشي صغيورين هما غير شريطات سيوتين صغار، هذوك الصغيورين دوك الوريضات، ثلاثه ديال الوريضات منهم فقط. صافي بارك الله فيك. صافي، اذا غديري هذيك الوصفه ان شاء الله تبعي عليها. وهذاك اليزير والزعتر وفليو داك الزيت ديالهم ضروري تخليها، لانها مازال غتستعملها كمزير رائحه. تحيه لك الهام من الرباط اللي كتسمعوا بها البرامج راديو اصوات على الموجه 95.7. غادي ناخذ فاطمه من الدار البيضاء. صباحك سعيد فاطمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. دايره اختي سنه لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك. شكرا. مرحبا اختي. الحمد لله. خويا عماد، عافاك باغا نسولك. عندي انا الشعر كيطيح ليا من القدام بزاف. وكيتقرط. اييه. وسميتو خفيف دابا، ملي كان سمعتك قلتي واحد الكيت ديال راشي من القمح، وكان ديرو لي ملي ملي كيخلف شويه كيزيد ثاني سميتو كيطيح ليا، ما عرفتش علاش. واخا سبق لك درتي شي نوع ديال الترطيبه اختي؟ لا ما كنديرش انا داك الشيء. لا ياك ما درتيش. واخا قول لي، الشعر ديالك كي داير؟ النوع ديال الشعر ديالك مزيت ولا عادي ولا ناشف؟ لا عادي، ما مزيتش. ماشي لا عادي. واخا اختي، اذا هذيك الزيت ديال راشي من القمح اللي عطيتك، اللي عطيت الاخوات زيت راشي من القمح، غتزيديه على زيت لافوكا. صافي، زيت راشي من القمح معلقه كبيره، وغتزيدي عليها معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، وهذاك الخليط هو اللي غتولي ديريه سيروم بالليل. صافي، غتولي تولي دهنيه شويه، تاخذي منه في يدك بحال هكا، ودهني الجلده ديال شعرك، ودهني شعرك وتخليه تباتي به. صافي، وهاد السيروم هذا ما تقطعيش، ديريه يوميا، ماشي نهاريا نهار، لا يوميا، وتبقاي مداومه عليه حتى تحسي بان ديك الشعره ديالك، ديك الزغبه ديالك رجعت للحاله الطبيعيه ديالها، ولات مزيانه. صافي، ديك الساعه الا بغيتي تقطعي هاد الوصفه هذه قطعيها. وكنحييك فاطمه من الدار البيضاء. غادي ناخذ الان ام هبه من مدينه الرباط. صباحك سعيد ام هبه. صباح الخير لسناء. اهلا، مرحبا بك معنا على راديو اصوات مباشره في حديث مغزل. بارك الله فيك، الله يجازيكم بالخير على هذا المجهودات اللي كديروا معنا. مرحبا، على راسنا وعينينا. الدكتور عماد بزاف على الوصفات ديالو. هذا واجب اختي. بارك الله فيك، الله يخليك. انا عندي بنتي عندها 14 عام ونص تقريبا، وشعرها متقشف بزاف وناشف بزاف، واخا كندهنوا لها يعني كيشرب ليها الزيت بزاف ومضرر بزاف. هي اللي قالت لي سولي لي الدكتور عماد على شي وصفه اللي تجي معايا. نتآمر. مرحبا. بارك الله فيك. عندك سؤال اخر على الزيت ديال الفلفله؟ اييه. الفلفله والزيت واش يمكن لي نستعملها غير مره واحده في لا سومين؟ مع عندي لا سال وهذه ما يمكنليش نديرها دو سومين. ماشي مشكل. دو فوا باغ سومين. انا اللي درت لها. نعم. كتستعمل مره في الاسبوع ياك دكتور عماد؟ مره حتى جوج المرات في الاسبوع، يعني مره راه مزيانه. الا درتيها مره في الاسبوع راه صافي، راه ربحتي. بارك الله فيك. ماشي مشكل، ماشي مشكل اختي. بالنسبه للبنيته بغيت نسولك، واش كدير شي صباغه، دارت شي مواد كيميائيه، شي ترطيبه، شي حاجه للشعر ديالها؟ كندير لها كزيوت مخلطه وصافي. ايوا صافي، والمهم غير الزيوت حرصي بان يكونوا زيوت طبيعيه بعدا، باش نحيدوا هذاك الشق ان الزيوت ما تكونش ماشي طبيعيه ولا فيها مواد اخرى. وبالنسبه للسيروم، غديري لها واحد السيروم، غتاخذي فيه زيت لافوكا. نعم. زيت لافوكا الغنيه بالفيتامين او، فيتامين او اللي كيجدد الخلايا ديال الجلده ديال الشعر،
وهو اللي كيخلي لينا داك 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 فين فين كاينين الجذور كيتغداو في الفروه ديال الراس وكيرجع لينا الشعر للحاله الطبيعيه. اذا زيت لافوكا غني بالفيتامين او وتزيد عليه زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا راه ولات متواجده دابا في الصيدليات وشي في الصيدليات. هاد جوج ديال الزيوت فقط معلقه كبيره من كل زيت تخلطيهم ودهني ليها الشعر ديالها في الصباح واحد شويه ودهني الشعر ويتمشط ياك، وفي الليل في الصباح وتمشي النهار كامل وعاوتاني في الليل دهني لها شويه الشعر ديالها ويعاود يعاوتاني يعاود يتمشط. وهاد العمليه هادي غادي ديريها يوميا وداومي عليها مده ديال 3 شهور. تحية لك فاطمة وتحية لكل من كيتابعنا بالضرب إذا الموجة 104.3. سهام وسعاد غادي نجاوبوا على أسئلتكم من بعد الفاصل، خليكم معنا على راديو أصوات ما تمشيو فين. سمر، على الشهر الجاف والمتقصف شنو اللي كيضر الشعر؟ شنو اللي كيخليه يبس ويولي جاف لهالدرجة هذه؟ مازالين طبعا معكم وبالمواد اللي عندك لالا في البيت، المواد الطبيعية الزيوت الطبيعية غادي تحصلي على وصفة ملائمة اللي غادي ان شاء الله عليها نتيجه قريبا جدا مع وصفه الدكتور عماد الناجحه والمضمونه والامنه. معنا دكتور عماد، بالنسبه للسيدات اللي كيسولوك داروا ترطيبه على صفحه الفيسبوك، كيسولونا داروا ترطيبه وداروا واحد لو برودوي بلا ما نذكروا الاسم ديالو اللي تسبب لهم في جفاف الشعر، في هذه الحالة شنو هي المادة الطبيعية اللي خاص السيدة تستعملها بشكل مباشر؟ أكيد فديما كنهضروا على زيت اللوز الحلو الأميغدالين اللي فيها مضاد الحساسية وفيها ديك القوة المرممة. مثلا ما عندكمش زيت اللوز الحلو، أنا نعطيكم مثلا واحد ثلاثة ديال الزيوت. أنا نعطيكم زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، وزيت الكامون ما تحيدوهاش من بالكم. زيت الكامون، زيت اللوز الحلو، وزيت البابونج اللي لقيتي في هاد الزيوت هادي اختي غتستعمليها، غدهنيها كل ليله. يعني دهني على على الجلده ديال الشعر ديالك بلا ما تدهني على الشعر، وتباتي بها تستعمليها مده ديال شهرين عاد من موراها الا بغيتي تصايبي شي وصفه ولا ديري شي حاجه للشعر ديالك. فهاد الزيوت هادي وحده فيهم غادي تكون زيت مرممه. ولكن اول حاجه كاينه زيت اللوز الحلو، ثانيا زيت الكمون، وثالثا كاينه زيت البابونج. يوسف كتسولك واش الكثيره مزيانه للشعر دكتور عماد؟ فالكثيره ما عندها حتى شي علاقه بالترطيب ديال الشعر، لان المواد اللي فيها ما عندهاش ما كتاثرش على الجلده ديال الشعر، فما كنصحش بها لان ما غير يعني غير زايده ما غاديش تعطينا واحد ودائما عاملين سؤال جواب معكم مستمعاتنا على خطوطنا مباشره 0522 77 24 24. ما تنساوش سحب القرعه اللي غادي يهدي لكم اليوم غورميطا ديال الذهب، فمازال عندكم فرصه باش تبعثوا بكلمه تحديث على رقم 5590 في رساله قصيره اس ام اس، ثمن رساله السدره مع احتساب الرسوم. كنتمنى لكم حد سعيد. خديجه معنا من رباط، اهلا بك خديجه. يا ريت يا خديجه تحيدي الكيت باش نسمعوك، عطي الصوت ديالك ما واضحش. هضري معايا عفاك بالتليفون. واخا وحيدي في هاد البلاصه يمكن ما عندكش الريزو، حيت بحال الا فشي بلاصه غامقه ما كنسمعوهاش، وحنايا دائما كنتواصلوا معكم مباشره على كل ما كيهم الشعر، الشعر الجاف، الشعر المتقصف. فاطمه صديق كتقول لنا عافاك اختي سناء عندي شعر ناشف بزاف. تكلمنا قبيله على الماء، شنو اهميه الماء؟ اكيد ان الماء. السيده قالت لنا كتشرب اترو في النهار، واش اترو كافي دكتور عماد؟ ما كافيش، خصنا على الاقل اترو ونص، على الاقل جوج اترو، ما اترو ونص حتى اترو ونص راه شويه. المهم كنقول احنا اللهم لا مش ولا العمى، فخصنا جوج اترو ديال الماء فما فوق. الماء صافي كنهضر، ماشي تقول لي انا يعني دوك لي ليكيد الاخرين، لا خصنا الماء بوحدو خصها تكون جوج اترو ديال الماء في اليوم على الاقل، لان الماء كنقولوا حنا هو اللي كاتاليزور كما كنقول ديما. الماء هو اللي كيعطينا التفاعلات، الماء هو اللي كينقل لنا المواد المغذيه اللي كتمشي لنا للجلده ديال الشعر ديالنا باش تغذي لنا الجذور ديال الشعر ديالنا. الماء هو اللي كيحسن من الجوده ديال الدم، حتى الدم الجوده ديالو كتحسن الا خدينا الماء، ولا تحسنت لنا الجوده ديال الدم كنعرفوا بان الاكسجين غادي يولي يوصل مزيان، غتولي توصل هذه المواد المغذيه اللي هضرت عليها دابا. والماء ماده اساسيه
الشبابيه والمرونه ديال البشره ديالنا ككل. نعم، حنا يبغينا كذلك نجاوبوا على الاخت ام السعديه اللي كتقول لنا عندها وصفه، عندها تساقط الشعر وبغات شي وصفه ايضا. اشنو دير ام سعديه على صفحه الفيسبوك زعيم اصوات؟ نعم، اخت ام سعديه كنقول لها ديري الوصفه اللي قلتها ديال الزيت، القطران، زيت الزعتر، زيت الزيتون، معلقه كبيره من كل زيت، كتخلطيها، كدهني الجلده ديال الشعر ديالك، والشعر ديالك كتخليها مده ديال ساعه وكتغسليها. العمليه كديريها جوج المرات في الاسبوع وداومي عليها مده ديال 3 شهور. عندنا مستمعاتنا على الخط دائما، غادي ناخذ الان كريمه معنا من الداخله. اهلا بك كريمه. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله، الله يبارك فيك يا كريمه. أنا قدمت تحية كبيرة لكم الدكتور عماد، الدكتور الوحيد اللي كان تقف في النهي دي الوصفات. كنشكركم بزاف على البرنامج، جزاكم بخير. مرحبا، وهذه الشهادة كان افتخروا بها. وشنو سؤالك؟ الله يجزك بخير. أنا بغيت نسول الدكتور، عندي الشعر كيطيح بزاف، عندي تتكسر، مع العلم أنني عندي خلل في الغدة الدرقية كنخدموا عليها. نعم. والمشاكل اللي دايرة ليا مشاكل بزاف من ناحية الشعر، كيطيح لي بواحد الشكل خيالي، يعني ديما مجرد ندير غير ندي فرنسي كنهز على الرمل ديال الشعر. نعم. وداير لي وعندي حتى المشكل ديال نقصان في الوزن بزاف، عندي المشكل ديال الخلل في الغدة الدرقية. واش هو يقدر يكون كيدير واخا كتعالجي على هذا الاضطراب، هذا الغدة الدرقية؟ تدعم على الطبيبات ناخذ تريتمون ديال الدواء، وهذه مؤخرا خديت الزيت ديال اللوز الحلو، دابا الزيت كنستعملها يوميا بالليل. واش تقدر تعطيني نتيجه مع العلم انني كنعاني من خلل الغده الدرقيه؟ واخا سؤال مهم. لا. سؤال، خليك معنا في الاستماع، انا غناخذ الاسئله الاخرى ونرجع لك دكتور عماد. نعم كريمه. سؤال اخر، مع ديما كنحاول نتصل بكم، الله يجزيك بخير. غير انا ما عمرني استعملت شي حاجه لوجهي، يعني ما كندير لها ما كاينش حتى حاجه، وبغيت نبداو كيبان لي شي تصميرات، باش ناخذ واقي شمسي، ما عرفتش من النوع، قول لي كيفاش نعرف النوع اللي خصني نستعمل. شنو نوعيه البشره ديالك؟ ما عرفت، حيت انا ما عمرني درت شي حاجه. كنصحك انك تمشي للصيدليه، فالصيدلي غادي يعرف، غادي يشوف النوعيه ديال البشره وغادي يعطيك ان شاء الله الكريم الخاص بك. صافي، هذه احسن طريقه، لانه الا ما عرفتيش نوعيه البشره ما نقدروش نساعدوك. نعم، ركزت على الصيدلي، لان الصيدلي كنقول الصيدلي، لان هو اللي يمكن له يعرف النوعيه ديال البشره ديالك، وغادي يعرف داك المواد اللي كتماشى مع البشره ديالك، ويعطيك النيكرون اللي غتولي دائما كتستعمليه ان شاء الله. معنا الهام من مراكش، مرحبا بك معنا في حديث مغزل على اصوات. السلام عليكم اختي، كديره بخير؟ الحمد لله الهام، الله يبارك فيك. عليك كديره استاذ عماد، لاباس عليك؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم. الحمد لله، ربي يخليكم استاذ، الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. مرحبا. عافاك استاذ، بغيت نسولك، انا عندي الكواط فاتحاهم، وعندي مشكل ديال شعري كيطيح بزاف، وجهي مؤخرا فاش فتحتهم مؤخرا وجهي خرج ليا فيها بحال النمش، كله ليطاش، كله عمر ليا بليطاش. بالنسبه لشعري جربت ديك الوصفه ديالك ديال الفيشله حلوه. المهم عطاتني واحد النتيجه، حيت كان شعري ناشف ليا بزاف وكيطيح، المهم هبط ليا شعري، ما بقاتش ديك مشوفيه بزاف، ولكن باقي لحد الان كيطول شويه كيولي يتقطع. شحال المده استعملتي اختي؟ تقريبا دابا شهرين ونص دابا وانا كنستعملها، ولكن كنستعملها غير مره في السيمانه. مره في الاسبوع؟ إذن دابا شهرين ونص، دابا حاولي لقديتي تستعمليها جوج المرات في الاسبوع، ما قديتيش راه تسني واحد شويه المده. حيت الشعر ديالك راه ناشف بزاف، وشتي ان الحاله كيفاش عاودتي لنا الشعر كيفاش داير، فهنا غردي البال، لانك خصك واحد شويه المده تزيديها، زائد الغده الدرقيه اللي غادي نهضر عليها ونهضر على المشاكل ديالها اللي كيمكن تسببها لنا الشعر. خليك معنا في الاستماع، غادي نجاوبوا طبعا كيف قال دكتور عماد. غادي ناخذوا سؤال اخر ومستمعه اخرى معنا، امينه من الدار البيضاء. اهلا بك امينه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كدير اختي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. كدير خويا عماد؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. الله يبارك فيك خويا. انا شعري جاف ومتقصف بزاف، والداخل فيه بحال تقريبا دروج مدرجة دكتور. مدرج من الداخل. ودابا دكتور قلتي غتعطي واحد الوصفة ديال زريعة الكتان، وانا حاملة عندي 6 شهور، واش ممكن نديرها؟ ماشي مشكل. شكرا دكتور بزاف. انا بغيت نسولك يا امينة، واش الزغبة ديالك، الزغبة ملي كتشديها من الجذر حتى الطرف ديالها، واش كتشوفي انه الزغبة كاين بلاصة فيها كتغلاض وبلاصة كترقاق؟ غير الجذر اختي سناء هو اللي مدرج، اما لتحت ما عنديش معاه مشكل كاع. نعم واخا. شكرا اختي. لا شكرا على واجب، والله يفك وحيلك على خير يا ربي. منين تولدي امينه عيطي لي نفرحوا معاك ان شاء الله وبيك.
الله وفيك، النصف ديال شهر 5 ان شاء الله نتصل بكم. مرحبا، على راسي وعينيا، ومتمنياتي لك بموفور الصحه والسلامه لك والجنين ديالك ان شاء الله. دكتور عماد، السيدات اللي عندهم مشاكل ديال الغده الدرقيه فاتحين على الكواطخ، واش الغده الدرقيه كتاثر سلبيا على الشعر وكتخليه يطيح بشكل مباشر؟ بشكل مباشر وتعالى البشره. شنو الحل اذا من الطبيعه؟ إذن الحل بعد اولا ان تكون عندهم التغذيه ديالهم، خصهم يردوا ليها البال، تكون ديك التغذيه سليمه، ونستعملوا دابا هما عندهم مساله اخرى اننا غادي نستعملوا شويه، غندخلوا شويه ديال الخضر وندخلوا شويه الفواكه، حيت خصنا الالياف وخصنا الاملاح المعدنيه والفيتامينات الطبيعيه. اذا غادي ناخذوا، وهذه وصفه خاصه للناس اللي عندهم الاخوات اللي عندهم الغده الدرقيه، بالعنايه بالشعر ديالهم. نعم. اذا غناخذوا زيت لافوكا، زيت اللوز الحلو، زيت نوار الشمس، قشور ديال اللفت، القشور ديال اللفت. أكيد. اللفت البيض، اللفت البيض وقشور ديال التفاحة خضراء. دونك الكركوبيتين اللي كاينه في اللفت والتفاح الخضراء، عندنا لاسيد دو بوم، هادو جوج مواد اساسيه للتغذيه ديال البشره، زائد فيتامين او ديال لافوكا، لاميغدالين ديال اللوز، وكنزيدوها القوه ديال الفيتامين او اللي عندنا في زيت نوار الشمس. اذا زيت لافوكا، زيت اللوز الحلو كتاخذوا معلقه كبيره، زيت نوار الشمس كتاخذوا كاس صغير ديال العنبه، قشور اللفته وحده، اذا وحده، وتفاحه خضراء وحده، كناخذوا القشور ديالها. هاد المكونات كاملين كتحطوهم فوق العافيه، ماشي في حمام مريم، مباشره على النار، وكنخليو حتى كطلع الغليه الاولانيه، يعني غير بدي غلى شويه كنحطوه وكنخليوه ليله، كنصفيو هاد الزيت هذا. هاد الزيت اللي كتوليو كدهنوا على الجلده ديال شعركم وشعركم، كتخليوه ساعه وكتغسلوه، كديروه جوج مرات في الاسبوع، وكتداوموا عليها مده ديال 3 شهور على الاقل. وبالنسبه اللي كيديروا وصفات اخرين، فيمكن ديروا هذه الوصفه وديروا وصفه اخرى من موراها، ماشي مشكل، يعني جوج مرات في الاسبوع. بالنسبه للوصفه اللي فيها زريعه الكتان، وزريعه الكتان اللي هي الكيراتين طبيعي، ولا ممكن تعطي المفعول ديال الكيراتين بشكل امن؟ نعم، فهنا الماده هذه ديال زريعه الكتان غادي نستافدوا بها بواحد الماده جديده اللي غندخلوها، الماء ديال القوق. اذا القوق غادي ندخلوا واحد القوقه اللي فيها لاغلوتاتيوين اللي كترفع لينا المفعول ديال الترطيب. يعني من بعد استعمال القشور ديال اللفت، دابا حنا غنستعملوا الماء ديال القوق. نعم، الماء ديال القوق. اذا هذه هي الوصفه، وهذه هي الماده الجديده في هذه الوصفه. هذه غتاخذوا زريعه الكتان، البابونج، الحبه السوداء، قوقه واحده، ويطرو ديال الماء، لتر ديال الماء. نعاودوا المقادير. اكيد، زريعه الكتان جوج معالق كبار، معلقة كبيرة من البابونج ومن الحبة السوداء. يعني معلقة كبيرة البابونج ومعلقة كبيرة الحبة السوداء. وقوقة واحدة. هادشي كامل كتحطوه في واحد الإناء، كتخويو عليه الماء، وكديروه يغلى فوق البوطة. شحال ديال الماء؟ يطرو ديال الماء. كناخدو لتر ديال الماء. إذن هاد المكونات كاملين كتخليوها فوق البوطة كتغلى حتى كتعقد. كيعطينا واحد المحلول عاقد، غتحسوا به بأن داك المحلول بدا كيعقد. يعني لازج. لازج. يعني نزرع الكتان كتعطي داك اللي فيه هكاك. نعم، فيسكو. نعم. إذا لازج. لازج. إذا وكنصفيو هذا الخليط هذا من بعد، كنصفيوه مباشرة في واحد القرية اللي ما كتدخلش أشعة الشمس، وكتخليوه في الثلاجة. هذا الخليط كتشقوا به شعركم، يعني كدهنوا الجلدة ديال الشعر والشعر ديالكم، غير هنا الفرق أنكم كتخليوه ساعة ونص. إذا ساعة ونص كنخليو هاد الخليط هذا في الشعر ديالنا حتى كيشرب مزيان وكتستافد منه. السيدة واش تساعد بأنها تغلف شعرها، ولا دير له مثلا شي فوطة دافية؟ ما تحتاجش لأن هذا كيكون سريع الامتصاص. وهذا الماسك السيدة ديرو من الجدر ديال شعرها، وهي كتدهن به الأطراف، يعني يزيد الشعر مزيان. ترطيبة طبيعية. كيفاش كدير الترطيبة؟ غنخليوه ساعة ونص ومن بعد كيتغسل. مرة في الأسبوع. مرة جوج المرات في الأسبوع من الأحسن. نعم. وعلى الأقل مرة في الأسبوع. وداوموا عليه القليله واحد 3 شهور، لان الشعر
يحتاج واحد ترطيبة طبيعية خاصة وقت. وصفة جديدة اليوم كيعطيها لنا دكتور عماد اللي كتعوض الكيغاتين واللي كتعطيك ترطيبة طبيعية مضمونة وأمينة. كنعاودو نذكرو فيها زريعة الكتان، فيها البابونج، فيها الحبة السوداء، فيها القوق، وهاد المكونات كيتطبخوا في الماء. المقادير والوصفة كاملة كنعاودو نذكرو بها وتلقاوها على الصفحة ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات، اللي كنسلم فيها على كل الأخوات. وكنذكر بشرى مرحبا بك هي هذيك الصفحة، كذلك أميرة، أميرة هي هذيك الصفحة، مرحبا بكم. ولكل الأخوات اللي كيسولوني الآن على لو سيت ديال الشيف بشرى بن شرقي، احنا كنقول لكم على أنه ممكن تزوروها على الصفحة ديالها ألوبريوات. دكتور عماد، هاد الوصفات باش ينجحوا خص المواظبة عليهم، المقدار، المواظبة، ويكون المكونات طبيعية، يعني ثلاثة ديال الحوايج.